كابتن عادل عبد الرحمن وتاريخ كبير مع النادي الأهلي. الحقيقة اللاعب كبير ومن أمهر اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي، مواليد 68، ليه تاريخ كبير قوي، مش بس من أمهر اللاعبين ولكن كمان على المستوى التدريبي فهو ليه كارير رائع جدا. وطبعا لما بنيجي بقى نتكلم على التحليل فاحنا بنتكلم على دماغ مختلفة جدا في الكورة، حد بتستمتع وانت بتتفرج عليه وهو بيتكلم في الكورة. والنهاردة بإذن الله همتعنا أكتر وهنتكلم أكتر عن حاجات كتير قوي. منورني يا كابتن عادل. اهلا سارة، اهلا بيك. منورني. انا اللي سعيد ان انا معاك. طبعا احنا سعداء وعايزين نستمتع ونمتع الجمهور بقى بكلام حضرتك طبعا في الكوره. وخليني كده اي حاجه اي حاجه بتبقى بتنتمي للنادي الاهلي فهي بتمتع الناس، مش انا، القناه وفرقه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي فعلا فعلا بيتمتع، يعني انا في الوقت الحالي من جمهور النادي الاهلي. فانا بستمتع بنادية وبستمتع كمان باعلامه وبستمتع كمان ب البطولات اللي خدها النادي الاهلي ونادي القرن وحاجات كتير قوي النادي الاهلي. يعني انا عايز اقول لك الواحد لما كان بيشتغل بره كان بيبقى فخور جدا انه كان يعني، وما زلت ان انا بنتمي للنادي الاهلي، ولكن كان لاعب في النادي الاهلي وكان مدرب في النادي الاهلي. فاللي بياخد السي في ده بيبقى حاجة كبيرة.